اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا خيرة الله وابن خيرته، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوسيين، السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا فار الله وابن فارج والبتر الموتون، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. حبيبها يا رزية وجلت عظمة المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام، وجلت عظمة مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات، فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجبر، عليكم أهل البيت، ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها، ولعن الله أمة قتلتكم، ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم. برئت إلى الله وإليكم منهم ومن أشياعهم وأتباعهم يا أبا عبد الله، يا أبا عبد الله، يا أبا عبد الله، إني سلم لمن صالحكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة، فلعن الله آل زياد وآل مروان، فلعن الله بني أمية وفذانا، فلعن الله ابن مرجان، فلعن الله عمر بن سعد، ولعن الله شمرا، فلعن الله أمة أسرجت وألجمت وتنقبت لقتالك بأبي أنت وأمي، لقد عظم مصابي به، فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ثارك مع إمام
منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. هببا شب تو آسرا تو آزاد خور یا ابا وبنى عليه بنيانه وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشياءكم. برئت إلى الله وإليكم منهم وأتقرب إلى الله ثم إليكم بمضالاتكم ومضالات بنيكم وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحرب وبالبراءة من أشياعهم وأتباعهم. إني سلمان لمن صالحكم لمن حاربكم وولي لمن ظالاكم وعدو لمن عاداكم. فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم فرزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبتني عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة. وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني طلب ثاركم مع إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم. وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصابي بكم أفضل ما يعطي مصابا بمصيبة مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض. اللهم اجعلني مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة. افراز دعا رو بخونیم، افراز زیارت رو همه با هم بخونیم. اگه همین یه دعا در حقمون مستجاب بشه کار تمومه. همه با هم اللهم اجعل محیا Yeah.
اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية فابن آكلة الأكباد اللعين ابن اللعين على لسانك لسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه نبي صلى الله عليه وآله. اللهم لعن أبا سفيان بن معاوية ويزيد بن معاوية عليهم منك اللعنة أبدا الآبدين. وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه. اللهم فطارف عليهم اللعن منك والعذاب الأليم. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقف هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ظالم. اللهم لعن العصابة التي جاهلت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا شبت عصمان السلام ربا حواس مهدری به حواس دو جمع کن انیابت از همه گذشتگان به در مادران. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائه علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت فبقي الليل والنهار فلا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين خس أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد بن مرجان وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة سجدة. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم الحمد لله على عظيم رزيتي. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وثبتني قدم سرد عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا حجهم دون الحسين عليه السلام. هدي بالله تعالى ومن فرى الله عبد الله الحسين صلوات الله عليه وسلم.